كل واحد يرجع مكانه، كل واحد يرجع مكانه في مكان. على هذا الحال بدأ ميدان السبعين في العاصمة صنعاء بعد أن فجر انتحاري نفسه وسط مجموعة من رفاقه العسكريين خلال أدائهم تدريبات تحضيرية لعرض عسكري مخلفا مئات القتلى والجرحى. أجواء من الهلع سادت أرض الميدان الذي تناثرت عليه أشلاء القتلى قبل أن تضرب السلطات اليمنية طوقا أمنيا مشددا حول موقع الانفجار وتمنع دخول الأفراد تسهيلا لمرور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة. المعلومات الواردة من مكان الانفجار أشارت إلى أن الانتحاري فجر نفسه بينما كانت السرايا والكتائب العسكرية تشارك في تدريبات أخيرة للعرض العسكري الذي يفترض أن تشهده صنعاء بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية. وأكدت المصادر أن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد ورئيس الأركان في الجيش اليمني اللواء الركن أحمد علي الأشول كانا موجودين في المكان عندما وقع الانفجار، إلا أنهما لم يصابا بأذى. العمل الجرامي المجزرة هذه، وكنا في واقفين في الأرض العسكرية مستعدين للمرحلة الثانية في اللف، فأسمنا لا انفجار قوي، ما شفنا لا الدماء ولا أرجل تطاير ولا أيدي ولا السماء كلها. ويأتي الهجوم الدامي الأخير الذي يعد الأقوى ضد الجيش اليمني منذ بدء عملية نقل السلطة في البلاد بعد شروع الجيش في حملة أمنية مكثفة على معاقل تنظيم القاعدة في جنوب البلاد. جيفار أبو دقة، العربية.